وينضم معنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسين. بداية، المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يعبر عن صدمته إزاء عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي وقعت خلال الاشتباكات المسلحة في محافظتي عدن وأبيان جنوب اليمن، والتي ترقى لجرائم حرب كما وصفها. إلى أي مدى ساهم المجلس الانتقالي بوصول اليمن إلى هذه النقطة؟ للأسف المجلس الانتقالي هو أداة من أدوات الإمارات التي تستخدمها في فرض مشروع الانفصال بالقوة العسكرية إرضاء لمشروعها السياسي الطموح الذي يهدف إلى تفكيك اليمن، ومن ثم فرض نفوذ جيوسياسي في اليمن والاستحواذ على مناطق جيوسياسية أيضا مهمة مثل محافظة أرخبيل سقطرة. لهذا الإمارة استثمرت على مدى أكثر من 4 سنوات في يعني في إنشاء بنى عسكرية وسياسية أيضا تخدم المشروع الانفصالي، لأنها لن تحصل على ما تريد مع بقاء اليمن موحدا وقويا. كان سبيل الإمارات لإنشاء وحدات عسكرية تخدم المشروع الانفصالي هو هذا الجيش من الثلاثية الجهادية التي كانت تشكل قوام الأنشطة الإرهابية في المحافظات الجنوبية، جرى إعادة توظيفهم في الأحزمة الأمنية والنخب، ولهذا لم نستغرب أن يمارس هؤلاء أعمال العنف والجرائم ضد الإنسانية التي اتسمت ببشاعة، حيث دخلوا إلى المستشفيات وصفوا الجرحى وقتلوا وذبحوا الجرحى أيضا في الطرقات وفي خصوصا الأماكن التي تعرضت لقصف الطيران الإماراتي، بمعنى أن الذين لم يقتلوا في قصف الطيران الإماراتي تم الإجهاز عليهم بوصفة السكاكين أو بالرصاص. كانت هذه الأعمال البشعة تتفق مع أخلاق هؤلاء المقاتلين الذين تعتمد عليهم الإمارات، وهم مجاميع ثلاثية جهادية للأسف الشديد متطرفة تخرجت في مدرسة الدماج، وكان اللافت هذه المدرسة أن معظم من انتمى إليها كان ينتمي أيضا إلى المحافظات الجنوبية، وهم من شكل قوام الحركة الجهادية الإرهابية التي جرى توظيفها سياسيا من قبل نظام صالح ومن بعده التحالف. وخصوصا أستاذ ياسين، مجلس الشورى أيضا يدعم بيان الرئاسة اليمنية ويطالب السعودية بالوقوف مع الشرعية، هل يكفي هذا برأيك؟ مجلس الشورى يعني للأسف الشديد كبقية المؤسسات السلطة الشرعية هناك تمييز بين موقفين في التحالف، موقف الإمارات وموقف السعودية، بينما الإمارات أنا أعتقد أنها ما كانت لتقوم بهذه الأعمال التي باتت تستهدف السلطة الشرعية لولا أن هناك تغطية واضحة من المملكة العربية السعودية. هذا مجلس الشورى كيان من الكيانات السياسية التي لا مقر لها ولا وجود، وبالتالي هذا أحد المؤشرات على مدى الكارثية التي تواجهها السلطة الشرعية نتيجة بقائها بعيدة عن الأرض والجغرافيا للأسف الشديد. طيب، إذا كان المجلس الانتقالي يريد قتال ميليشيا الحوثي وإيران، هل الوقت مناسب فعلا لتشتيت جهود اليمنيين بحرب أهلية لا طائل منها؟ المجلس الانتقالي والإمارات انسحبوا من المعركة الحقيقية مع الحوثيين، وهذه مسألة باتت معروفة اليوم. الوحدات العسكرية التي كانت تتبع المجلس الانتقالي وكانت تقاتل بالوكالة نيابة عن الإمارات في الساحل الغربي انسحبت وتتجه اليوم إلى المحافظات المحررة للقيام بمواجهة عسكرية مع السلطة الشرعية التي تحاول استعادة نفوذها في عدن وفي أبيان وفي محافظة شبوه. لهذا الادعاء بأنهم يقاتلون الحوثيين لم يعد له مكان، ولا الإمارات ولا هذه المجاميع الانفصالية العسكرية والسياسية ليس من حقها أن تدعي بأنها تحارب إيران أو تحارب الحوثيين. طيب، للأسف الشديد كان الوصول إلى تسوية فعلا مع المجلس الانتقالي لحقن الدماء، أم أن الحل العسكري هو الأنسب حاليا حتى لا تضيع البوصلة في اليمن؟ أعتقد أن الحل الوحيد اليوم المتاح هو أن تعمل السلطة الشرعية على استعادة نفوذها في عدن وإنهاء هذا التمرد الذي يقوم به المجلس العسكري الانتقالي، لأنه إذا ذهبت الحكومة إلى تفاوض أو حوار مع المجلس الانتقالي فهي تثبت انقلابا آخر تحت إشراف التحالف وتمويل من التحالف وبإمكانية التحالف، وسنجد أنفسنا أيضا أمام انقلابين استفاد بنسبة 100% من دعم التحالف وتواطؤه على الساحة اليمنية. طيب، ما تعليقكم على جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث؟ هل باتت تجدي وسط استمرار الحوثيين بالانتهاكات؟ المبعوث الأممي أثبت فشله في كل المسارات التي استحدثها، سواء مسار الحديدة أو مسار عمان فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى.
وهذه الاختراقات الوحيدة التي حاول إنجازها، لكن فشل ذريع. اليوم على مستوى التسوية الشاملة لم يحدث أي حركة أو تحرك، ولم يقوم بأي خطوة باتجاه إنجاز عملية، يعني باتجاه إنجاز السلام بين الأطراف المتصارعة في اليمن. للأسف الشديد مبعوث الأمم المتحدة أنا أعتقد هو واحد من أكثر المبعوثي الأمم المتحدة فشلا على الساحة اليمنية، وأعتقد أنه لا معنى لاستمراره ووجوده مطلقا في ظل اختلاف الأوراق وفي ظل هذه التحديات الجديدة التي تحاول حتى تشق، يعني الانقلاب في عدن اليوم يشق مسار مختلف تماما عن المسار عن عملية التسوية، يعني بمعنى أن اليوم الحكومة الشرعية تدفع إلى التفاوض مع انقلابيين جدد يهدفون إلى فصل الشمال على الجنوب، وهو مسار خارج حتى عن سياق الحرب، وهذا ما يريده الذين يدعون إلى الحوار في جدة ويهدفون إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة. الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.